السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، والنهاردة جاي لكم بموضوع مختلف شوية، اللي هو في علامات لو رأتهم البنت العزباء في المنام دلت هذه العلامات أنها سوف تتزوج من رجل مطلق، يعني تزوج قبل ذلك أو قد تكون هي الزوجة الثانية. إيه هي العلامات دي؟ واحد، لو رأت تكرار رؤية شخص معين في المنام وهذا الشخص هي تعرفه في الحقيقة، وأن هذا الرجل قد يكون أحد أمرين، إما أنه متزوج وإما أنه مطلق. تكرار رؤيته في المنام يدل على أنه سوف يتقدم لها وسيكون هناك زواج من رجل مطلق. اثنين، رؤية نفس الشخص يعطيها هدية في المنام، هي تعلم في الحقيقة أنه رجل قد تزوج قبل ذلك وهو الآن مطلق، أو قد يكون أرمل، يعني زوجته توفت، الشاهد إنه هو سبق له الزواج، وقد يكون هذا الشخص كبير في السن كمان، فرؤية تكرار رؤية هذا الشخص في المنام دي العلامة الأولى، يدل أنه سوف يتقدم لها. اثنين، رأت نفس الشخص هو يعطيها هدية في المنام. ثلاثة، أن ترى في المنام أن هذا الشخص يجامعها في المنام، أن بينه وبينها علاقة حميمية كالأزواج. أربعة، ركوبها الجمل مع هذا الشخص. خلي بالكو إن الأحلام كلها بتدور حول شخص واحد. فالعلامة الرابعة، رؤيتها أنها تركب خلفه الجمل. خمسة، ودي الأخيرة، إعطاؤه لها فستان الزفاف. يبقى عندنا خمس أحلام لو شفتهم البنت من شخص مطلق هذا الشخص سوف يتقدم له. لكن حابب أختم هذا الفيديو بمعلومة مهمة، لازم تجتمع معظم هذه العلامات وتراها في المنام حتى يكون الزواج منه بات مؤكدا. يعني من الممكن ان هي تشوف علامة من هذه العلامات قد يكون لها تفسير اخر، اما لو رأت الشخص هو في اكثر من موقف في المنام، سواء اذا تكرر معها اكثر من مرة، سواء اعطاها هدية، سواء ركبت معه الجمل، الشاهد اللي عايز اقوله إن علشان تتأكدي إن الجواز هيكون من الشخص المطلق ده لازم معظم العلامات تشوفيها في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.